السوريين المختطفين، هل سنسمع عنهما أخبارا سارة في ظل الحركة الدؤوبة التي تقوم بها الأطراف المعنية وخاصة اللواء عباس إبراهيم؟ ضيفنا الليلة هو وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرباوي للنقاش معه حول هذا الملف. المحطة الثانية من واقعة التجسس أو فضيحة التجسس التي كشفت عنها صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا. أكدت الصحيفة بالوثائق أن الولايات المتحدة تتجسس على أصدقائها الفرنسيين، ما استوجب ردا سريعا من فرنسا التي استدعت السفير الأمريكي لديها لاستيضاح الأمر. ألمانيا بدورها احتجت على ما قالت إنها عملية تجسس قامت بها الولايات المتحدة على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لماذا تتجسس أمريكا على حلفائها؟ ولماذا بدا رد الفعل الفرنسي فاترا؟ محطتنا الثالثة نتوقف فيها عند حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها الجزائر على حدودها مع تونس. قد يبدو ذلك عاديا منذ بداية الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة، خاصة في أعقاب التغييرات في تونس وليبيا. هل لدى الجزائر تخوفات جدية مما يجري في الجوار؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها البلاد؟ وأخيرا، مبدع آخر من لبنان علي زرائط قدم حتى الآن 18 اختراعا في مجالات متنوعة، لكن الدولة حتى الآن لم تقدم له تحية. أهلا بكم إلى العد العكسي. صحيح أن من كانوا يعرفون بمخطوفي أعزاز باتوا اليوم يتنشقون نسائم الحرية بعد تحريرهم من قبضة لواء عاصفة الشمال أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة. وصحيح أن جهود المعنيين بهذا الملف على رأسهم سوريا وتركيا وقطر وفلسطين ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد أتت أكلها، لكن الأكيد أن ملف المخطوفين لم ينتهي فصولا بعد، وأن المزيد من المعلومات ما زالت تتكشف يوما بعد آخر حول تفاصيل ما جرى في كواليس التفاوض، وأن الجميع يتمنى أن تنسحب هذه الخاتمة السعيدة للبنانيين التسعة على قضية مطراني حلب للروم الأرثوذكس بولس اليازجي والسريان الأرثوذكس يوحنا إبراهيم، اللذين ما زال مصيرهما غير معروف بعد، ولو أن بعض المعلومات أشارت إلى أن قضيتهما باتت على النار. وفي هذا الإطار يقول وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي أن روسيا الاتحادية أصبحت معنية بموضوع المطرانين، وأنها تسعى بوسائلها المتاحة إلى جمع المعطيات والمعلومات عنهما، قائلا لن نترك مصير المطرانين للقدر وسنثابر في هذا السياق. هل نشهد نهاية سعيدة لهما؟ وهل سنسمع أخبارا طيبة قريبا عنهما؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال السيد شكيب قرباوي. أهلا بك معالي الوزير. اسمح لنا قبل البدء بالنقاش معك أن نتابع هذا التقرير عده الزميل عباس صباغ ثم نعود. هكذا عادوا بعد 515 يوما من الاعتقال 9 زوار لبنانيين احتجزهم لواء عاصفة الشمال على الحدود السورية التركية أثناء عودتهم من إيران إلى لبنان عبر تركيا وسوريا. وعود كثيرة وتدخلات عديدة رافقت فترة اعتقالهم، ذرفوا الدموع أمام كاميرا الميادين التي التقطهم خلال فترة الأسر إلى أن تغير المشهد.
مكان اعتقال الزوار كشفه للميادين أحد المخطوفين قبل أكثر من عام. نحن موجودين بمخيم قريب بالضبط من الحدود التركية السورية، بيحيطنا عن ميلة اليمين الهنجار السوري، ومقابلنا بالضبط مخيم اللاجئين نبعد أمتار. وأحد المحررين وفور وصوله إلى مطار بيروت أكد ما كشفه رفيقه. يعني بعيدين عن المعبر تقريبا شي 200 متر أو 300 متر بس. المفاوضات التي أجريت لإطلاق المخطوفين قادها المدير العام للأمن العام اللبناني، وتخللها إطلاق سراح الطيارين التركيين اللذين خطفا في لبنان لمبادلتهما بالزوار التسعة. وأيضا أفرجت دمشق عن عدد من السجينات، ويبدو أن صفقة التبادل وإن كانت معقدة فإنها ستشمل المطرانين. نحن بنتشكر قطر من كل قلبنا، وبنتشكر تركيا، نتشكر سيادة الرئيس الأسد اللي سهل هالمهمة من كل قلبنا، وعندنا شغل كتير بعد نعمله، بعد في المطارين وغير المطارين. اليوم تدخل قضية خطف المطرانين بولس الياظج وحنا إبراهيم شهرها السادس، وسط معلومات عن قرب إطلاقهما بوساطة سورية قطرية تركية وأيضا غربية. المطرانان وبحسب المعلومات محتجزان لدى مجموعة شيشانية تابعة للمعارضة السورية، وتحريرهما بات قاب قوسين أو أدنى. إذن معالي الوزير شكيب قرطباوي، قبل الغوص في موضوع المطرانين اسمح لي أن أتوقف من جديد عند صفقة ما سميت بصفقة تحرير مخطوفي عزاز، وقيل أنه الصفقة لم تنتهي بعد، وإن انتهى جزء منها وربما هناك بعض التفاصيل ستنكشف لاحقا، ولكن بعد الصفقة تم إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الذين اشتبه ب أنهم وراء عملية خطف التركيين، علما أن النيابة العامة والقضاء لم يكونا على علم بتفاصيل أو توقيت ما جرى، لماذا؟ أولا اسمحي لي بحب صحح تسمية، لا يوجد شيء اسمه حكومة تصريف الأعمال، يعني الإعلام عم يتعاطى مع هالقضية منذ البداية حكومة تصريف الأعمال، هناك حكومة مستقيلة تصرف الأعمال، يعني يجب أن لا يدخل في ذهن الشعب اللبناني أنه هناك نوعان من الحكومة، حكومة عادية وحكومة تصرف الأعمال، هناك نوع واحد حكومة تنال الثقة من مجلس نيابي، وعندما تستقيل تصبح حكومة مستقيلة تصرف الأعمال. هلا بالنسبة للي عم تتفضلي فيه، بالطبع منذ اللحظة اللي تم فيها الخطف اللبنانيين كان لبنان كله على مختلف اتجاهاته السياسية ومختلف أديانه ومذاهبه، الكل متعاطف مع اللبنانيين المحتجزين ظلما في أعزاز، وكلنا تابعنا، وأنتم الإعلاميين أكثر من كل الآخرين، كلنا تابعنا تفاصيل اللي كانت بالأول والزيارات اللي قمت فيها إلى تلك المنطقة ووجودهم قرب الحدود التركية، ثم كانت تتناسى العملية. إنما نحن كان في لجنة وزارية مؤلفة من 4 وزراء كانت تهتم بهالموضوع، وبالطبع بشكل أساسي وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام اللي كانوا عم يتابعوا أولا بأول. وما بخفي أنه كانت الاتصالات بالجانب التركي بشكل أساسي والاجتماعات، وكانت تجي وعود ثم تتبخر تلك الوعود، إلى أن تم أخيرا بدا واضحا أن هناك حل جدي، دخلت قطر على الخط مشكورة. وعندما نضجت القضية، يعني القطريين تدخلوا، الأتراك تدخلوا، طبعا ضل المدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتابع القصة، وذهب إلى تركيا حيث تم نقل المخطوفين اللبنانيين المحتجزين اللبنانيين، تم نقلهم إلى تركيا. ما بخفي أنه واضح، يعني ما في لبناني إلا بيعرف هالموضوع، أنه كان في بالمقابل تركيين مخطوفين في لبنان، وأنا من الأساس أنا وكل الحكومة ونحن ضد مبدأ الخطف في لبنان مهما كان أسبابه، نحن ضد ما جرى في أعزاز وضد خطف اللبنانيين طبعا في أعزاز، ونحن ضد خطف أي شخص على الأرض اللبنانية لأي سبب كان. إنما الواقع كان أنه في تركيين طيارين مختطفين بريئين مثل اللبنانيين في أعزاز، كلهم أبرياء لا علاقة لهم بكل هذه القضية.
تم تسليم التركيين المخطوفين إلى الجيش في رياق في قاعدة رياق الجوية، وتم نقلهم بالهليكوبتر إلى مطار بيروت. صحيح. وواضح، وأنا كنت في المطار مساء ذلك اليوم، كان واضح أنه لن تنطلق الطائرة اللبنانية من تركيا إلا عندما تنطلق الطائرة القطرية من بيروت وعليها السفير التركي والطيارين المخطوفين. بالطبع كان في، لو الأيام طبيعية ولو ما كان فيها العملية التبادل خليني أسميها يعني، ولو ما كنا بهمنا يرجعوا اللبنانيين اللي مخطوفين بأعزاز، بالطبيعي النيابة العامة اللي كانت معنية واللي هي لا تزال معنية بالقضية كان، وقاضي التحقيق اللي واضع إيده على القضية، كان لابد أنه يأخذ وقته باستجواب الطيارين التركيين لمعرفة ظروف خطفهم وأسماء الخاطفين أو ما يعرفوها عن الخاطفين. نعم. إذا شافوا وجوههم من هني، إذا بيعرفوا وين نخلوا. بس عجلة العملية وضمن إطار مثل هذا الإطار، وخلينا نكون واقعيين يعني بتصير بكل دول العالم، تم أنه الأمن العام اللي كان هو جايب التركيين استمع لهم واتصل بالمدعي العام الذي أخذ علم بالموضوع. ولو لم تكن الظروف تلك، أكيد كان الاستماع إلى إفادة التركيين كانت بتكون تأخذ وقت أكثر. نعم، ربما لضمان نجاح العملية برمتها بعد ما أخذت بالطبع. سنة ونصف من الوقت. بالطبع. هل هذا يعني أن الملف أقفل نهائيا لدى القضاء والنيابة العامة مع الوزير؟ نعم. هل هذا يعني أن الملف قضائيا أقفل بشكل نهائي؟ لا. كلا كلا، لألك الملف لا يزال مفتوحا، ملف خطف التركيين في لبنان. هلأ طبعا رح نحكي عن إطلاق سراح المشتبه بهم المتهمين بالخطف. الملف ما زال مفتوحا، وأعتقد لست لا أستطيع أن أجزم لأنه ما عندي كل المعلومات، بس أعتقد أن الأسبوع القادم في جلسة عند قاضي التحقيق. هلأ بدك طبعا تسأليني أنه إطلاق الثلاثة اللي كانوا موقوفين، اللبنانيين اللي كانوا موقوفين. خليني أقول أولا، قاضي التحقيق إنسان لبناني مثلنا كلنا، والمدعي العام إنسان لبناني مثلنا كلنا، حريصين على مصلحة لبنان وعلى مصلحة اللبنانيين. اثنين، خليني أقول أنه بهذا الجو ما ممكن ما يأخذ المدعي العام وقاضي التحقيق بعين الاعتبار أنه جرم خطف التركيين قد انتهى بإطلاق المخطوفين. طيب. هذا لا يعني أنه لم يرتكب جرم، لكن لا يستطيع قاضي التحقيق أن لا يأخذ بعين الاعتبار أن المخطوفين قد أطلقا. يعني ما ممكن إذا كان المخطوفين بقيا أو أطلقا نفس القضية، لا، أكيد بتكون في ظروف مختلفة. اثنين، ما ممكن إلا قاضي التحقيق، يعني بنحط حالنا كلنا مطرحه، ولما بينعطى القانون بيعطي قاضي التحقيق والمدعي العام حق الاستنساب. خدي مثلا بقول لك السجن من 3 إلى 5 سنوات، لماذا يقول القانون من 3 إلى 5 سنوات؟ يترك للقاضي حق التقدير. إذا القاضي كمان ما ممكن، وانا بحط حالي محله وفكر محله، لا يمكن الا ان ياخذ بعين الاعتبار اسباب الخطف. يعني هل الخطف لاسباب دنيئه، هل الخطف لاسباب ماديه، او الخطف لامر اخر؟ نعم، لاسباب سياسيه. يعني لا ندري كيف يمكن بالفعل معالجه امور حساسه من هذا النوع عندما تختلط الامور السياسه بالقضاء. بكل الاحوال هذا الملف ربما ما زال مفتوح، لا يزال مفتوحا. نعم. وسيبقى مفتوحا الى ان يصدر قرار ضمني من قاضي التحقيق. طيب، وما قيل انه ايضا قضيه المطرانين، قبل ان انتقل الى الاتصال هاتفي معنا ايضا وزير العمل اللبناني السيد سليم جريصاتي، اسمح لي ان اسالك، قضيه المطرانين كانت، هل لديكم معطيات ما اذا كانت مشموله ضمن صفقه مخطوفي اعزاز؟ يعني ما عندنا كثير معلومات واضحه، بس انا لا اعتقد انه ضمن نفس القضيه، انما الجهد، لانه الخاطفين يبدو اشخاص اخرين، انما الجهد اللبناني بمساعدة تركيا وقطر مستمر. نحن قصة المطرانين صحيح أنه من الجنسية السورية،
بس البعد المسيحي المشرقي، وانتم على الميادين اول المنادين بهذا الموضوع، وبعرف في عندكم برامج خاصه للمسيحيين المشرقيين، واليوم كان عندنا يعني نقل مباشر من للمؤتمر المسيحي الاول لمشرقي لمسيحي الشرق. وفي برامج بهذا الخصوص عم برامج خاصه لهذا الطابع المسيحي المشرقي. نحن انطلاقا من هذا الطابع المسيحي المشرقي، قضيه المطرنين تعنينا تماما، وانا ليله استقبال المخطوفين اللبنانيين في مطار بيروت عبرت عن فرحي بعودة اللبنانيين، وعبرت عن ألمي أنه المطرنين لا يزالين محتجزين ومخطوفين. نعم. وكلنا أمل، بعتقد مبارح راح مدير عام الأمن العام إلى تركيا، إلى قطر. قطر عفوا. والعملية مكفية، ويوم اللي إجا الوفد اللبناني أو المخطوفين اللبنانيين الوزير الخارجية القطري كان على متن الطائرة، فصعد الوزراء الذين كانوا في المطار لشكره شكر أمير قطر. نعم. وكان الكلام أنه إن شاء الله بتكفى العملية من أجل المطرنين. ما عندنا كتير تفاصيل، لن ندخل في تفاصيل إعلامية، لكن العملية تتابع بجدية وبهدوء. طيب. ومن بين من يتابع هذه العملية معالي الوزير، معالي الوزير أيضا وزير العمل سليم جريصاتي هو معنا على الهاتف. طبعا هو رئيس اللجنة. طبعا هو صحيح. رئيس اللجنة الوزارية. صحيح. معالي الوزير سليم جريصاتي، أنت قلت لن نترك قضية المطرنين للقدر وأنه سنتابع عن كثب. ما آخر المعلومات لديكم عن مكان هما، ربما مصيرهما، متى، من التقى بهما آخر مرة؟ قيل أنه وفد ألماني أو رئيس جهاز استخبارات غربي التقى المطرنين منذ فترة ليست ببعيدة. ما آخر المعطيات لديكم؟ دعيني أولا أن أسجل شكري العميق إلى محطتك سيدة لينا التي ساهمت بشكل كبير في مواكبة عملية الإفراج ومن قبل الإفراج كل حدث بموضوع المفاوضات الشاقة بشأن إفراج عن المخطوفين اللبنانيين الأبرياء في عزاز. هذا واجبنا معالي الوزير. هذا أمر يسجل للميادين التي تتوسم لكل قضية حق في عالمنا العربي. أما من ناحية السؤال، دعيني أقول أننا اليوم سمعنا كلاما لفخامة رئيس الجمهورية يقول باتصال مباشر بأمير دولة قطر الشيخ تميم، وبأن الأمور باتت على قاب قوسين من الإفصاح عن مكان وجود المطرنين ومن ثم الإفراج عنهما. طبعا هذه المعلومات التي تأتي على لسان رأس الدولة لها أهميتها، ولكن دعيني أقول أنه على أهميتي هذا الكلام يعني ثلاثة أشياء. أولا قطر الجديدة، إلى قطر الجديدة در، وعندما قلت أن قطر جديدة قصدت قطر الشيخ تميم الذي رغبت لاعتبارات مختلفة تتعلق بتغيير المعادلة الإقليمية في ضوء التفاهمات الدولية الكبرى الحاصلة منذ حين. لعبت دورا، إذن هذه القطر الجديدة لعبت دورا قويا ودورا حاسما في إطلاق مخطوفينا ومواطنينا الأبرياء. من دون أن تدفع يعني مبالغ مالية، عفوا قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، من دون دفع أي مبالغ لا مالية؟ لا لا لا، لم يدخل لبنان يوما، لأنه أنا طبعا بتكلم عن بلدي، لم يدخل لبنان يوما، ولم يعرف لبنان يوما، ولم يتصل بعلم لبنان يوما وبمفاوضينا المباشرين على الأرض، لا سيما المدير العام للأمن العام اللبناني، أي علم بأي صفقة مالية. لذلك قلت وصرحت بأن المكانة والكرامة الوطنية محفوظة وهم عادوا إلى بلدانهم مرفوعي الجبين، وأقصد ما أقول. النقطة الثانية والأهم، الشيء الثاني الذي يتقصده طبعا كلام الرئيس، أن قضية المطرنين لم تكن يوما على الرف كما تخيل للبعض. قضية المطرنين قضية حساسة من زاويتين. الزاوية الأولى أننا نجهل مكان الاحتجاز، وإن كنا نعرف الطريق الذي تم عليه الاحتجاز وقتل السائق. والنقطة الثانية أننا نجهل
تحديدا الجهة الخاطفة، وإن كنا نعرف بطريقة أكيدة أنها ليست لواء العاصفة الشمال أو ما يسمى بجيش الجيش السوري الحر الذي دحر في هذه المنطقة أصلا، والذي لم يكن لديه لا علم ولا قدرة على الاحتفاظ بالمطرمين بهذه السرية وإحاطة هذا الاختطاف بهذه السرية. يقال إنها جند الخلافة، مجموعة جند الخلافة المؤلفة من شيشانيين تحديدا. دعيني اقول لك انه حقيقه نحن عرفنا انه متطرفين لهم علاقه اذا بدك بقضايا اسيويه وبمعارك حصلت بينهم بين جيش روسيا الاتحاديه ولا تزال، وانه لذلك قلت، وهذه الزاويه الثالثه من كلامي وقد سبقت طبعا ذلك، الزاويه الثالثه من كلامي انه هناك تاسيس اكيد على مساعي تقوم بها دون تواصل معنا بالمباشر، يعني دون تنسيق إذا بدك بالحيثيات وبالتفاصيل كما كان يحصل مع الوسيط التركي أو مع الوسيط القطري أو مع طبعا الشرعية السورية أو مع سواها من الدول، في مساعي أكيد يعني أبلغت إلى من يلزم أن يعني روسيا الاتحادية هي على خط المعالجة، كونها معنية بشيء أو بآخر من زاوية أو بأخرى بعملية خطف المطرحين. من هالمنطلقات الثلاثة خليني أقول لي، لا علم لنا أكثر مما قاله الرئيس وأكثر مما قاله أمير قطر وأكثر مما قاله اللواء مدير عام الأمن العام وما أكده المشرف معالي وزير الداخلية، هو أن واحد يمكننا أن نقول اليوم أن ما ترامى إلى علمنا أنهما لا يزالان سالمين. اثنين، ما ترامى إلى علمنا أن الجهة التي كانت تحتجزهما بسرية مطلقة ومطبقة بدأت بشائر تواصلها مع جهات معينة إذا بدك بالظهور. ثلاثة، الوسيط التركي دخل على الخط بطريقة مباشرة بالزخم ذاته الذي دخل فيه بموضوع مخطوفي أعزاز. ما يدعوني إلى القول اليوم وفي هذه الساعة بالذات، لا أعرف الجهة الفاعلة أو الخاطفة تحديدا، لا أعرف اليوم، ومن يدعي عكس ذلك يكون يعني إذا بدك عم يجتهد مكان الاحتجاز الفعلي، ولكن أعرف أنه هذا الملف أصبح على نار حامية وبلغ مستويات عالية جدا من التدخل ومن الوساطة، وأن حتى المجموعات إذا بدك المجموعات الأكثر تعصبا أو تطرفا لا عند تواصل مع جهات معينة كان يمكن في أيام غابرة تمولها أو في أيام غابرة تسلحها أو في أيام غابرة تتواصل معها مخابراتيا أو نفهم مشابه. من قطر وكأنك تلمح إلى قطر. لا أنا حقيقة خليني أقول اليوم أنه الدور القطري ما أسميته بقطر الجديدة، هذا الدور يسعدني ويريحني حتى إشعار آخر، فدعوا القطريين اليوم إذا بدك يستعيدون أنفاسهم، يستعيدونهم الخط الذي يستعيدون الخط الذي نريده منهم والذي برهنوا أنهم ساعون إليه في ظل ما شرحت من تعديل أو تبدل في التفاهمات الدولية وفي المعادلات الإقليمية، ونحن وإياهم ذاهبون اليوم إلى هدف واحد تحرير المطرمين. ولن ننسى سيدة رينا أرشوكي أن هناك كهنة، أن هناك محمد بليبل، أن هناك حسان المقداد، أن هناك سمير كساب وهو زميل لكم في سكاي نيوز العربية، طيب، وهؤلاء أيضا يدخلون في صلب اهتماماتنا. وهنا أقول أني سعيت إلى إرسال وقد أرسل كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء حسب الأصول أطرح فيه مسألة انسحاب اللجنة التي أرئس على مسألة خطف المطرمين وسائل المخطوفين اللبنانيين. وسهلت علي طرح السؤال الآن على معالي الوزير شكيب قرطوا باوي. أنا أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير سليم جريصاتي على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها، نتمنى لكم التوفيق في مساعيكم والله يطمنك، يعني بشكل عام طمأنتنا عن مصير المطرمين وعن الأدوار الجديدة التي تقوم بها بعض الدول في المنطقة على رأسها قطر. أنا أشكرك جزيلا سليم جريصاتي الوزير العمل في حكومة
حكومة تصريف الأعمال المستقيلة. حتى ما تزعل مني معالي الوزير شكيب قرطباوي، أنا أعتذر تأخرت عليك قليلا، يعني طمأننا نوعا ما معالي الوزير سليم جريصاتي، ولكن في نهاية المطاف لم يتم التواصل بشكل رسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية لوضع قضية المطرانين بطريق جدي أكثر. لماذا؟ كمان دخلت الحساسيات السياسية على الموضوع؟ لا لا لا، اللواء عباس إبراهيم يتواصل مع الحكومة السورية من أجل المطرانين وباقي المخطوفين، لأنه مثل ما تفضل معالي وزير العمل، باقي المخطوفين وآخرهم سليم كساب اللبناني، عم نتواصل مع الحكومة السورية وعم نتواصل مع الحكومة التركية مع الحكومة القطرية. بس الموضوع دقيق، لأنه مخطوفي أعزاز أعلن الخاطفون عن أنفسهم منذ اللحظة الأولى ودعوا الإعلاميين، وبنذكر كلنا اللي كان عم يصير بأعزاز. المطرنين بالعكس كان في أولا قتل للسائق، نعم، وكان في صمت تام، يعني واضح أنه جهة متخصصة إذا بدك بهالأعمال الإرهابية كانت هي وراهم. ومن هيك ما عنده يعني الوزير الجريصاتي رئيس اللجنة اللي أعطاك هالمعلومات اللي منا كتير واضحة إذا بدك، لأنه فعلا ما في وضوح، بس التواصل قائم مع الحكومة السورية، التواصل قائم مع الحكومة القطرية، مع الوزير الخارجية ومع الشيخ تميم، واليوم رئيس الجمهورية اللبنانية عم يتكلم بهالموضوع، والحكومة التركية وزير ومدير عام الأمن العام للواء عباس إبراهيم راح على قطر خصيصا لهذه القضية. وإذا نذكر في النهاية عندما كان قضية مخطوفي عزاز على الحل النهائي، في يوم ذاته مدير عام الأمن العام بين قطر بين تركيا بين دمشق، فأيضا لا نقف أمام أي حاجز من أجل المخطوفين الذين لا يزالون بيد خطيفين. طيب، وأنا أشكرك جزيل شكر السيد شكيب قرطباوي وزير العدل اللبناني على هذه المشاركة وعلى هذه المعلومات، ولعل من الإيجابيات التي قالها أيضا سيد سليم جريصاتي أن تركيا تدخل الآن بنفس الزخم الذي دخلت فيه فيما يتعلق بمخطوفي أعزاز، صح، من أجل الإفراج عن المطرنين، وهذا بالفعل مطمئن وإيجابي. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة. إلى سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع، هل تعتقد أن قطر بدأت مرحلة جديدة في التعاطي مع ملفات المنطقة؟ ننتظر إجاباتكم بنعم أو لا الأسبوع المقبل. أما سؤال الأسبوع الماضي فكان، هل تتخوف من استمرار وقوع تفجيرات في لبنان؟ الغالبية متشائمة، أجابت بنعم 88% من أجابوا بنعم، ومن لا يتخوفون من وقوع تفجيرات في لبنان كانوا فقط 12%. العالم كله في قبضة نظام التجسس الأمريكي، كيف؟ نحاول أن نعرف ذلك بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. أن تتجسس دولة على ما تصنفها بالدول العدوة لها فهذا ربما أمر طبيعي، لكن أن تتجسس على الحلفاء والأصدقاء فهذا يطرح أكثر من علامة تساؤل ويثير الاستغراب والصدمة، تماما كما حصل مع فرنسا. فالشارع الفرنسي عبر عن استيائه لما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية من وثائق جديدة تثبت قيام الولايات المتحدة بالتجسس على فرنسا، ما دفع الأخيرة إلى استدعاء السفير الأمريكي في باريس لاستيضاح الأمر.
كما سجل رئيس الوزراء الفرنسي موقفا غاضبا بالقول: لقد أصبت بصدمة شديدة لذهاب دولة كالولايات المتحدة إلى حد التجسس على اتصالات خاصة من دون أي مبرر استراتيجي أو مبرر للدفاع القومي. ليست فقط فرنسا من سجلت اعتراضها، ألمانيا بدورها استدعت السفير الأمريكي لديها لنفس الغرض بعد معلومات تحدثت عن تجسس أمريكي على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. يقول البعض أن التنصت أمر روتيني بين الأمم، والبيت الأبيض يرى أن الولايات المتحدة تمارس التجسس مثلما تفعل كل الدول، لكن تساؤلات تطرح حول أسباب هذا التجسس في ظل وجود اتفاقات وتنسيق أمني وسياسي بينها. هل الأمر أكثر تعقيدا من ذلك؟ هل يدخل ضمنه التجسس الصناعي والعلمي والتكنولوجي؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا الكاتب الصحفي الفرنسي تييري ميسان، مؤسس شبكة فولتير الإخبارية الفرنسية من دمشق. أهلا بك معنا للمرة الثانية سيد تييري على شاشة الميادين. لماذا تتجسس الولايات المتحدة على أصدقائها وحلفائها ضمن برنامج تجسس قيل إنه الأكثر تطورا وتعقيدا والأكبر في العالم؟ يعني هل الأهداف أو الدواعي سياسية وأمنية بالدرجة الأولى؟ بداية لابد وأن نتيقن أن برنامج التجسس لا يعود إلى العام 2001 وقت وقوع اعتداءات 11 من أيلول في نيويورك وواشنطن. يعود هذا البرنامج إلى العام 1948، لكن ما هو مستحدث في هذا البرنامج هو أننا شهدنا تطورا كبيرا على مستوى الاتصالات عبر الساتل، وما كان حكرا على نخبة صغيرة في الماضي بات مستخدما لدى الجميع من خلال الهواتف النقالة مثلا. بالتالي إن كان الناس يكتفون في العام 48 بالتنصت إلى بعض الاتصال، يمكننا حاليا أن نتنصت إلى كل أو على كل الاتصالات. لكن لماذا في العام 1948 أمريكا، المملكة المتحدة، أستراليا ونيوزيلندا قامت معا بإطلاق نظام لتعقب اتصال الحلفاء؟ ذلك كان بسبب إبقاء الجميع تحت السيطرة. في الواقع في العام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، هذه المجموعة الأنجلوساكسونية من البلدان اعتبرت أن أوروبا الغربية كانت ملكا لها، واعتبرت أنها كانت تحتل أوروبا الغربية كما كان الاتحاد السوفيتي يحتل أوروبا الشرقية. بالتالي في المقام الأول كانت هذه المسألة مسألة سياسية. طيب، وبما نحن عليه اليوم سيد تييري، بدأ الموقف الفرنسي مستغربا بعض الشيء، فاترا بعض الشيء لدى المراقبين، انه بدل ان يستنكر الرئيس الفرنسي ما حصل، بالعكس دعا الى ما يشبه التعاون الاستخباراتي بين فرنسا والولايات المتحده. لماذا؟ بكل بساطة لأنه منذ الحرب العالمية الثانية أوروبا الغربية تجد نفسها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يغضب المرء من سيده. بكل حال نظام التجسس ليس سوى أداة من أدوات عدة يستخدمها الأنجلوساكسونيون لكي يراقبوا ويسيطروا على مختلف بلدان أوروبا الغربية. توجد أدوات وطرائق أخرى معتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين اعتمدا أو أقامتا نظاما للتجسس في حلف شمال الأطلسي، الذي على مر العقود الماضية قام بتنظيم انقلابات واغتيالات سياسية وقلب حكومات في مختلف بلدان أوروبا الغربية، وهذه الأمور كلها موثقة بشكل جيد. لكن كل مرة تطفو فيه بعض العوامل على السطح يقال لنا أن الأمر من الماضي والوضع بات مختلفا الآن. إضافة إلى ذلك لدينا الاتحاد الأوروبي، وهو نظام يخضع برمته إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يقال لنا أن الاتحاد الأوروبي قد أبصر النور ليواجه العملاق الأمريكي، لكن في الواقع الاتحاد الأوروبي هو نظام فكر أو تمخض عن اتفاق سري اقترن بخطة ما
مارشال. بالتالي يوجد نظام كامل، منظومة كاملة اكتملت على مر السنوات الستين الماضية بهدف السيطرة على بلدان أوروبا الغربية. وأن نرى الرئيس الفرنسي اليوم مصدوما مما يحدث، فهو كان يعرف ذلك منذ أن تولى منصبه بكل حال، وأن يطالب بالتفسيرات لا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك من دون أن يكون تلميذا سيئا. نعم، بكل الأحوال هي استدعت السفير الأمريكي أقصد فرنسا، وردت فعل رئيس الوزراء كانت مختلفة نوعا ما عن ردت فعل الرئيس الفرنسي، ولكن اسمح لي أن أورد بعض المعلومات سيد تيري ميسان، فيها الكثير من الأرقام عن التجسس الأمريكي والتي نفاها رئيس مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلابر وعادت وأكدتها صحيفة لوموند. اسمح لي أن أورد بعضها. تنصتت الولايات المتحدة على 70 مليون مخابرة أو رسالة أو نص بين الفرنسيين في شهر آذار الفائت وحده، سجلت 14 مليار مكالمة هاتفية أو رسالة إلكترونية في إيران من الشهر ذاته، حوالي 13.5 مليار مكالمة أو رسالة في باكستان، 12.7 مليار مكالمة ورسالة أردنية، 7 مليارات فاصل 6 مكالمة ورسالة مصرية، أكثر من 6 مليارات مكالمة ورسالة في الهند. ويتقاسم الأمريكيون معلوماتهم بشكل خاص مع 3 أجهزة استخبارات عالمية، البريطانية والألمانية والإسرائيلية. كذلك وقعت الولايات المتحدة اتفاق تعاون مع كل من ياهو، مايكروسوفت، جوجل، يوتيوب، بالتوك، فيسبوك، اي او ال، وابل. وهنا أسألك سيد تيري ميسان، بهذه الحال حياتنا كلها وكل تفاصيلها مكشوفة، إن كان يعني كنا نتكلم عن أدوات وأجهزة ومؤسسات تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية مثل الفيسبوك وجوجل وغيرها من عمالقة الإنترنت. كما قلت، المستحدث هنا هو تطور الأدوات التكنولوجية، وبالتالي باتت أمريكا قادرة على الغوص في أعماق الحياة اليومية للمواطنين عبر الهواتف النقالة وعبر الإنترنت. في هذا الحال يبدو أننا نعيش واقعا لم نعهده في السابق، حيث أن حكومات أجنبية يمكنها أن تغوص في الحياة الخاصة للناس في بلد آخر إلى هذا الحد. لكن حاليا دول عدة، 20 دولة تحديدا، تقوم بصياغة مقترح في الأمم المتحدة سيتم نقله إلى الجمعية العامة للتوصل إلى قرار أممي يمنع هذا النظام، أي نظام التنصت. والمثير للاهتمام في هذا السياق هو أنه ضمن مشروع القرار التي لا أعتقد أنه سيعتمد بكل حال، لكن في مشروع القرار هذا يقال أن هذا التجسس يؤدي إلى خرق لعدد من المواثيق الدولية مثل إعلان حقوق الإنسان والميثاق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. في العام 1999 وقتها كنت لا أزال أقطن في فرنسا مسؤولا عن حزب في الوسط اليسار، وكان لدينا رئيسا الوزراء، وكنت قد أعددت لأحد الوزراء مشروعا يهدف إلى منع وحظر التنصت الأمريكي، ذلك في العام 1999. والحجة التي استخدمتها وقتها كانت أننا لسنا هنا أمام موقف حيث يراقب الأمريكيون بعض القادة السياسيين، بل هم يراقبون كل المواطنين. عندها تم رفض هذا المشروع بطلب من وزير الاقتصاد، وهو كان دومينيك شتراسكان. لكن الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بعد ذلك اقتضت على استحداث وحدة لشرح إلى كبار رؤساء الشركات المخاطر التي قد يمثلها التنصت الأمريكي على عالم الأعمال. بالتالي بشكل طوعي قمنا ب أخذ الموضوع إلى مكان آخر، وقلنا أنه ليس سياسي بل هو اقتصادي، وقد يخص الناس الذين يملكون أسرار اقتصادية. لكنك كما قلت وبناء على الأرقام التي قدمتها يبدو أن التجسس له طبيعة مختلفة.
طيب، واللي هو ما يثير التساؤلات سيد تيري أن تقوم الولايات المتحدة بالتجسس على مسؤولين وزعماء، وهذا ربما وراء غايات خطيرة جدا. يعني بالأمس صحيفة الجارديان كشفت عن أن الولايات المتحدة تجسست بالفعل على حوالي 35 زعيم في العالم، وربما تعترض بعد ذلك الولايات المتحدة، ولكن هذا بات مثبت. ما الفرق أو ما الدواعي لأن تتجسس على زعماء بحد ذاتهم أو مسؤولين بحد ذاتهم بهذه الطريقة؟ الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الموند تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنصتت على 35 قائدا سياسيا، لكن إذا ما تمحصنا في قراءة هذه الوثائق يبدو أن وكالة الاستخبارات الوطنية قد طلبت من عدد من دبلوماسيي الأمريكيين تفاصيل الاتصال بقادة آخرين، بالتالي الأمر لا يقتصر على 35 قائدا دوليا خضعوا للتنصت، بل ربما هم القادة العالميين 196. بكل حال، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعرف كل شيء فيما يتعلق بحياة كل الناس، وهذا مرض ضربهم منذ سنوات. ما الذي يفعلونه بهذه المعلومات؟ في الواقع لا يفعلون الكثير، لكن عندما يقررون التدخل يملكون عندها القدرة على معرفة كل ما يريدون في المكان التي يريدون أن يتدخلوا فيه. في الماضي الولايات المتحدة الأمريكية لم تتولى يوما عن قلب حكومة بالقوة حتى في الدول الحليفة، وأذكركم ما حدث في أوروبا الغربية عندما قاموا بتنظيم عدد من الانقلابات، مثلا في قبرص، حتى في اليونان، في البرتغال إلى آخره. بالتالي نفوذ وقوة الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها قادرة على التدخل في أي لحظة وتملك كل السلطات. طيب، ابقى معنا لنرى ردة فعل الشارع الفرنسي كيف بدت سيد تيري. أخذنا عينة من الشارع الفرنسي ورأينا ردة فعلهم على التجسس الأمريكي على فرنسا. نعود. كل الدول تتنصت على بعضها البعض، لكن نتحدث عن فرنسا وعن أي دولة أخرى. بصراحة لا أحكم مسبق فيما يتعلق بالأمريكيين. انطلقوا من فكرة التنصت بتاع الإرهاب، لكن أعتقد أن ذلك فقط من باب التضليل لكي بسط السيطرة الأمريكية اقتصاديا وسيطرة على العالم. كيف أشعر؟ بصراحة يذكرني ذلك بأورويل 1984. أشعر وكأننا في برنامج الواقع، يتنصتون على كل ما نقول. صراحة لا أعي أو أشعر أنني أتعرض للتنصت طوال الوقت، لكن أعرف أنهم يتعقبون عبر الإنترنت. وما من أسرار؟ نعرف أنهم يمارسون هذه الممارسات منذ الأزل، ونعرف أن الدول تتنصت على بعضها، وبالطبع الأمر ينطبق على أمريكا، لكن ذلك يشعرنا بخيبة أمل، لأننا نرى أمريكا حليفا وحري بالحليف أن يركز أكثر على الأعداء لا الأصدقاء، لكن يبدو أنه من الأفضل أن نعلم أمر أصدقائنا أكثر من أعدائنا. أنا صراحة لست متفاجئا من ذلك. يبدو أن البعض تفاجأوا، لكن الأمر غير مقبول من الناحية السياسية. حاليا هذا الأمر انفضح، ولا بد أنه يحصل منذ أن برزت التكنولوجيا. إذن سيد تيري، واضح أن الشارع الفرنسي أو على الأقل هذه العينة التي تبعناها واعية ومدركة لأن الولايات المتحدة تمارس هذه العملية، عملية التجسس على الفرنسيين. البعض مستاء والبعض ردة فعله ربما عادية، ولكن ذكرت قبل قليل أن هناك 20 دولة تسعى لأن تتقدم بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بعملية التجسس. من يقود مشروع القرار هذا؟ من هي هذه الدول أو على الأقل أبرزها؟ هو مشروع صادر في البداية عن البرازيل، والرئيسة دلما روسيف قد ذكرت في مداخلتها منذ شهر من الزمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تنوي إطلاق هذا المشروع بشكل جماعي مع بعض دول أمريكا اللاتينية مثل كوبا، فنزويلا والإكوادور، إضافة إلى بعض الدول الأخرى التي ليست مناهضة عادة لأمريكا مثل أعضاء مجموعة البريكس وجنوب أفريقيا والهند، ناهيك عن دولتين أوروبيتين من الاتحاد الأوروبي وهما لوكسمبورغ وألمانيا.
وهذا ربما ما يفسر ردة فعل الرئيس المكسيكي السابق عندما اكتشف أنه أيضا هناك في تجسس على هاتفه وعلى حياته، وقال أن هذا غير مقبول لأنني كنت لا أزال أمارس مسؤولية رئيس الجمهورية عندما اكتشفت أن الولايات المتحدة تتجسس عليه. قانونيا وقضائيا هل يمكن ملاحقة الموضوع على علمك سيد تيري باختصار لو سمحت؟ التجسس هو موضوع محرم ويعاقب عليه القانون في كل دول العالم، لا سيما عندما يقوم الحليف بعملية التجسس ويتجسس على ناس لا يمثلون أي خطر على هذا الحليف. في فرنسا نملك قوانين تسمح اليوم بزج في السجن كل الأشخاص الذين في الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بعملية التجسس تجاه المواطنين الفرنسيين، وأعتقد أن قوانين مماثلة موجودة في ربما كل بلدان العالم، بالتالي يكفي لنا أن نطبق القوانين، لكن من سيطبقها؟ أن نطبق قوانين يعني أن نوقف أو نوقف مسؤولين كبار في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع مثلا كبار المسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية بالسفر عبر العالم. على المستوى أن طريق ذلك بسيط، لكن ما من إرادة سياسية. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سيد تيري ميسان الكاتب الصحفي ومؤسس شبكة فولتيرا الإخبارية الفرنسية، حدثنا من دمشق. نذهب إلى بعض مشاركاتكم على الفيسبوك ثم نعود. على الحدود بين الجزائر وتونس استنفار أمني وحالة تأهب قصوى، هل الجزائر قلقة؟ أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. سلسلة الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا مراكز الأمن التونسية من قبل مجموعات مسلحة في المنطقة الحدودية مع الجزائر دفعت الأخيرة إلى استشعار الخطر، فرفعت درجة الاستنفار إلى مستوياتها القصوى. قام الجيش الجزائري باستخدام تعزيزات عسكرية إلى تلك المنطقة، وكشفت مصادر جزائرية أن القيادة العسكرية الجزائرية وجهت أوامر بتكثيف الطلعات الجوية لطائراتها الحربية في المناطق الحدودية بهدف مساعدة الجيش التونسي على رصد ما تصفها بالمجموعات الإرهابية والكشف عن أماكن اختبائها. وتوضح المصادر أن عمليات تمشيط واسعة باشرتها قوات الجيش الجزائري مع تشديد الرقابة عبر مختلف المسالك بتكثيف الدوريات والحواجز الأمنية، علما أن الجيش الجزائري سبق وأحبط أكثر من محاولة تسلل من ليبيا إلى الأراضي الجزائرية. ما الهواجس التي تعيشها الجزائر اليوم؟ مما يجري على حدودها؟ وإلى أي مدى تستطيع ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل من الدول المجاورة؟ هل هو التحدي الوحيد الذي تواجهه الجزائر اليوم وهي التي تجاوزت ما عرف بالربيع العربي؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا دكتور فاتح الربيعي أمين عام حركة النهضة في الجزائر. دكتور فاتح أهلا بك في الميادين. واضح أن الجزائر تتحسب لأي ردود فعل أو تداعيات ربما أو أي طارئ، وتأخذ في الحسبان ما جرى في دول الجوار. ما الهاجس الأكبر لدى الجزائر اليوم على المستوى الأمني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين. أعتقد بأن الهاجس الأمني اليوم هاجس كبير وله آثاره، وآثاره تجلت واضحة في التعزيزات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية على الحدود، وخاصة أن هذه الحدود واسعة، واسعة جدا، ليست فقط على مستوى تونس بل تونس وليبيا ومالي وأيضا جوار أو دول الجوار، دول الساحل. فهذه الدول المحيطة بالجزائر هي تعتبر كلها الآن بؤر توتر، ومن ثم تلقي بظلالها على الوضع في الجزائر. وهذا من التحديات التي تواجه الجزائر، ونحن كجزء من الطبقة السياسية نبهنا إلى هذه المخاطر وإلى ضرورة أن تتعاون السلطات الجزائرية مع جيرانها، وخاصة دول الربيع العربي وليبيا، ويجب أن يكون هناك تنسيق يعني جيد في هذا المجال، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حصل في هذه البلدان، وخاصة ليبيا والسلاح الذي يتسرب. فالبارحة أو منذ يوم عثرت السلطات الأمنية في ولاية إليزي، وهي ولاية حدودية مع الجارة ليبيا، على مئات الصواريخ والأسلحة ومعدات عسكرية كثيرة متوسطة وخفيفة، وصواريخ يعني مضادة للطائرات وللدروع، وهي تشكل تحدي حقيقي. ولكن في اعتقادنا بأن هذا التحدي الأمني لا يمكن أن نواجهه بإجراءات أمنية فقط، لأن جذور المشكلات في الدول العربية وفي دول الساحل هي متعلقة بالجانب السياسي. ولذلك نحن نبهنا في حركة النهضة وفي إطار التكتلات التي نتواجه بها، وخاصة مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة وتكتل الجزائر الخضراء، نبهنا إلى ضرورة بناء جدار وطني داخلي قوي يكون قادر على مواجهة التحديات. بوابة هذا الجدار هي سياسية، تبدأ بإصلاح الدستور، وثم بعد ذلك بتنظيم الاستحقاق الرئاسي بأن يكون استحقاقا رئاسيا شفافا، ويكون رئيس نابع من إرادة شعبية حقيقية قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، وأيضا قادر على مواجهة التحديات الأمنية. في نظرنا إذا ما فعلا تم إيجاد أو تهيئة الظروف والمناخات لتعددية سياسية وأعلامية نقابية في الجزائر وأيضا في دول الربيع العربي، خاصة جيراننا مثل ليبيا وتونس، ومع الأسف الشديد أن الآن هذه التداعيات الأمنية هي جزء من الردة على الربيع العربي ومحاولات من بعض الأطراف الداخلية لتأجيج ما يسمى بالإرهاب، كلما وصلت البلدان العربية إلى استحقاقات حقيقية ما ظلال ما يحصل في مصر وفي ليبيا وفي تونس، وأيضا الأزمة التي عاشتها الجزائر من قبل. بالتأكيد كان يفترض على صنع القرار في هذه البلدان ومنها الجزائر أن ينتبه إلى جذور العمل المسلح وإلى جذور العمل الإرهابي. نعم، ولكن كأنك تشير دكتور فاتح إلى جهة تريد تأجيج الإرهاب بالفعل. نعم، تلمح بشكل واضح ربما تصرح أن هناك من يريد تأجيج الإرهاب لغايات سياسية معينة، وهذا ربما لا يخدم المرحلة أو الظروف الحالية. بكل الأحوال طالبت تتحدث عن تعاون ضروري بين الدول، الجزائر ودول الجوار. أنتم كتيار إسلامي، كحركة النهضة، هل في اتصالات وتنسيق مع الحركات الإسلامية الأخرى في دول الجوار؟ بالتأكيد يعني أنا ما أشرت إليه أن هناك أطراف سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر، أطراف تجتهد وربما بعض الأحيان تتداخل مع مصالح إقليمية ومصالح دولية تؤجج الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، لأن هذه الجهات لا يخدمها الاستقرار في هذه البلدان وفي هذه المنطقة. ومن ثم كلما جاء استحقاق مهم سواء في الجزائر أو في غير الجزائر، نحن عشنا في العشرية الماضية أنه كلما وصلت الجزائر لاستحقاق وكادت أن تستقر إلا وحركت الآلة،
عدنا إلى مسلسل الترجيات الحمد لله تجاوزناه، ونتمنى على الأشقاء أيضا أن يستفيدوا من تجربة الجزائر وأن يتعاونوا مع الجزائر من أجل تجاوز يعني ردات الفعل التي تعيشها هذه البلدان. وسمعنا تصريحات تجي في هذا الاتجاه، لكن نحن كأحزاب سياسية لسنا مالكين للقرار، نحن ننصح، نحن نوجه، نحن ولكن العبء الثقيل والكبير يقع على صانع القرار، على من يتحكم في زمام الأمور، على السلطة القائمة. المطلوب من السلطات القائمة سواء في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أو في غيرها أن تكثف من تعاونها، وأعتقد بأن هذا الجانب يتجه في هذا الاتجاه، ولكن لم يصل إلى المستوى الذي تطلع إليه الشعوب، شعوب المنطقة، ليس فقط على المستوى الأمني، وإنما الآن الجانب الأمني لا يمكن أن نعزله عن الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية. بعض المناطق الحدودية الجزائر مثلا على سبيل المثال بين الجزائر وتونس، بعض المناطق محرومة ومن التنمية، وبالتالي لا بد أن يكون فيها جهد مشترك بين الجزائر وبين تونس لتنميتها، وكذا الحال بالنسبة للحدود مع ليبيا وأيضا الحدود مع مالي. أي هذه بؤر التوتر في بعض الأحيان تتغذى من مشكلات اجتماعية واقتصادية حقيقية. إذا لم نستطع مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة وهي مرتبطة أيضا بالجانب السياسي، أن تكون هناك حرية حقيقية وتعددية سياسية وإعلامية حقيقية، وأن يفسح المجال ولا تفرض أو لا يفرض الحكام على الشعوب، وأن تستعيد الشعوب، لأنه هذا أيضا مشكل حقيقي يتغذى منه العمل المسلح، هو اليأس من التغيير من خلال صناديق الاقتراع. الانتخابات لم يعد لها معنى في هذه الدول، الآن الشعوب شبه مستقيلة من الحياة السياسية، دفعت للاستقالة كما دفعت الإطارات للهجرة، وحقيقة لا أسميها هجرة الأدمغة وإنما أسميها تهجير الأدمغة، أيضا ما يسمى عندنا بالحراقة أو الذين يستقلون السفن غير المؤهلة ويرمون بأنفسهم في البحار. طيب. نتيجة لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية يعيشها في بلدانهم. هذا الجانب صحيح، وهذا ينطبق على كل الدول خاصة الدول المغاربية. ربما يدفع الشباب طيب انسداد الأفق، ولكن أيضا دكتور فاتح التيار الإسلامي كما يقول البعض أثبت فشل ذريع بالاتفاق حتى على يعني صيغ أو التوصل إلى اتفاقات موحدة فيما بين أعضاء التيار الإسلامي. ما طبيعة التغيير المطلوبة اليوم في الجزائر، ونحن نعود إلى دول الجوار ونرى دول الجوار والتغييرات التي حصلت وما أنتجته من ظواهر سلبية لعل أبرزها الجماعات المتشددة؟ أعتقد بأن ما يروج بأن التيار الإسلامي فشل، هذا لا، هذه في اعتقادي أنها مجانبة للصواب وللحقيقة. أن التيار الإسلامي تيار متجذر في هذه الشعوب ولم يحكم في يوم من الأيام، حتى ما أشير إليه في مصر وما يشار إلى مصر، مصر الدولة العميقة والآن الدولة العميقة في تونس وفي كثير من البلدان التي مسها الربيع العربي، فالإعلام والقضاء والإدارة خاصة مثل ما عندنا هنا في الجزائر، الإدارة هي المتحكمة في العملية الانتخابية، هي تصنع وتحدد مساحة التحرك في المجال السياسي، ومن ثم فالتيار الإسلامي لم يحكم حتى نقول بأنه فشل أو لم يفشل، نحكم عليه بالفشل في حالة ما إذا كانت هناك تعددية حقيقية، وأنه ولكن حكم في دول مجاورة وأثبت الفشل بدليل ما تتفضل عنه بمصر، عندئذ نقول بأنه فشل. نعم، ولكن نحن نرى ما نرى، نرى ما شهدته الدول المجاورة لمجتمعاتها شبيهة تقريبا ببعضها، والحكم عندما وصل الإسلاميون إلى الحكم أثبتوا فشل بتجربتهم. لماذا يعني يكون الحال مختلفا في الجزائر مثلا باختصار لو سمحت؟ الإسلاميون في الجزائر، لم يصلوا إلى الحكم، الجزائر الإسلاميون فازوا بالانتخابات في بداية التسعينات، ولكن ألغيت هذه الانتخابات ودخلت الجزائر في دوامة عنف الحمد لله، يعني كان مع أنه تكلفتها كانت كبيرة ولكن تجاوزناها، والآن نتطلع إلى تعددية حقيقية. في مصر
الرئيس مرسي لم يتجاوز مدة بقائه على سدة الحكم العام، والدقة والتخطيط ومع الأسف تواطأت في ذلك بعض الدول العربية واندرج في مخطط إقليمي ودولي. الديمقراطيات الغربية أو العالم الغربي يشجع الديمقراطية في بلدانه، ولكن مع الأسف الشديد أنه حينما يصل الأمر إلى البلدان العربية ويكون نتيجة التعددية هو بروز التيار الإسلامي عندئذ، فلم رأينا كل ذلك، رأينا نتيجة الانتخابات وكيف شجع الغرب التيار الإسلامي في الجزائر. نعم، في الواقع انتهى الوقت لو سمحت، ما زال لدينا ربما أقل من دقيقة، تفضل. التيار الإسلامي في الجزائر، التيار الإسلامي في الجزائر كانت لنا محاولة جادة وأنشأنا تكتل الجزائر الخضراء ضمن التيار الإسلامي، وبعد ذلك فتح لنا الشهية لأن تجتمع مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة أكثر من 16 حزب. نعم. ونحن الآن في إطار التحضير لأن ندوة تجتمع فيها أكثر من 20 حزب، واتفقنا على أمرين، اثنين على أنه لا بد من دستور توافق لكل الجزائر تشارك في مختلف المكونات، وعلى ضرورة توفير ضمانات نزاهة الانتخابات والاستحقاق الرئاسي ل 2014. نعم. لأننا نعتبره هو البوابة الحقيقية للتغيير السلمي الآمن الذي يبعد الجزائر عن الفوضى والاضطرابات وحتى التدخلات الأجنبية. أشكرك جزيل الشكر دكتور فاتح الربيعي أمين عام حركة النهضة الجزائرية، حدثنا من الجزائر. نتوقف مع بعض مشاركاتكم على الفيسبوك. ما هي الساعة الخيالية؟ الاختراع المعجزة باعتراف الغرب. معنا صاحب هذا الاختراع وإنجازات كثيرة أخرى، المهندس علي زرائط، ليحدثنا أكثر عنها. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى المحور الأخير في العد العكسي. نال أكثر من جائزة عالمية على اختراعاته وعددها حوالي 18 اختراعا في مجال اختصاصه الهندسي، معظمها يعتمد على الحركة. حصل على عدة تنويهات وأوسمة في مجال الإنسانية في ألمانيا حيث يقيم، وهناك تم انتخابه عام 92 كرجل السنة للأعمال الخيرية التي قام بها، وبعد أن بدأ من الصفر استطاع تحقيق بعض الأحلام التي يقول إن حياة الإنسان بدونها فقيرة جدا. من بين اختراعاته الساعات وعدادات إشارات المرور إلى كاسحة الألغام المتطورة وتصاميم مبتكرة في مجال الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى صيانة الآلات التاريخية الدقيقة وغيرها. هو يفتخر طبعا بكل هذه الإنجازات ويقول إن أهمها وأبرزها الساعة الخيالية، وهي باسم الشهيد رفيق الحريري إكراما لشخصيته وعطاءاته العظيمة، ليكون عنوانا يفتخر به كل عربي، وفيه تجسدت فلسفة الحياة والموت والحقيقة المطلقة. وقد أطلق على هذا الاختراع أطلق عليه من قبل أساتذة الهندسة والفيزياء والإعلام الغربي المعجزة الميكانيكية ومصباح علاء الدين السحري، ولقبت بساحر الوقت لفرادتها. لاقت اختراعاته تشجيعا واهتماما كبيرين في الغرب وفي ألمانيا تحديدا، ولكن في قلبه غصة لأن بلده الأم لبنان لم يكرمه بعد ولم يعره الاهتمام اللازم.
نتحدث عن كل هذه الإنجازات مع صاحبها المهندس والمخترع اللبناني دكتور علي زرائط، هو معنا هنا في الاستوديو. أهلا بك دكتور، والحمد لله على السلامة. أتيت للتو من ألمانيا حيث تقيم. اختصارا للوقت، وأعرف أن الحديث عن إنجازاتك ربما يحتاج إلى أيام، أنت في البدايات هاجرت والعائلة إلى الكويت، ثم عدتم إلى لبنان بالحرب العالمية، ثم هاجرت وحيدا إلى ألمانيا، وهناك بدأت الرحلة والصعوبات. أول اختراع اخترعته بألمانيا ما هو؟ وقتها كان عمري بالثامن عشر. هو 18 سنة. كان 18 سنة هاجرت لوحدي. بس أول اختراع، أول اختراع أنا ما كنت أعرف إنه هذا اختراع. أنا صممت شيء فاكتشفوا هنيك إنه هذا اختراع. يعني أنا عملت بتخيل أول ساعة عملتها يعني حتى حصلت على الجنسية من بعدها. ساعة يعني جسدت فيها فلسفة الحياة. هي على أربع طوابق وكلها دوائر، يعني مثل طابات صغيرة معدنية تتساقط من أعلى إلى أسفل وتعيد نفس الحركة. الموجودة شو سميتها غير الساعة الخيالية التي سنرى صورها بعد قليل؟ سميتها على اسم المدينة اللي أنا كنت ساكن فيها، ريكلينغهاوزن. طيب لماذا كل أو معظم اختراعاتك حول الساعات؟ لأنه الوقت هو الحياة، الدنيا احنا عايشين بالوقت. الوقت هو أهم عامل أساس في حياتنا الدنيوية. بحب الوقت كتير، إيه، وهو قصير جدا كمان. يعني طيب الآن سنرى دكتور علي لو سمحت بعد قليل الساعة الأكثر شهرة ربما منذ سنوات قليلة تم اختراعها، الساعة الخيالية سميت بالمعجزة الميكانيكية في الغرب. لو تشرح لنا قليلا، بعد قليل سنمرر هذه هي الساعة. صحيح. وليش يعني خيالية وما في ماء وكأنها تمشي أو تسير. صح. على الماء. أيوة. هيدي الساعة فعلا سميت بالمعجزة الميكانيكية لأن بالأحوال العادية كل ساعات العالم بداخلها محركات، موتورات، يعني موتورات، موتورات محركات. إلا هذه الساعة ما فيها موتورات، محركات. كيف تمشي؟ وضعت حتى تكون كل شيء ظاهر بقلبها، حطيت كلها أنابيب كريستالية بداخلها هيدي المادة، والفقاعات تتصاعد إلى السماء. معجزة لأنه حولت الموجات المنبعثة من السماء عبر الأقمار الاصطناعية أجمع إلى طاقة كهربائية بدل المحركات. بدل المحركات. وضعتها داخل مضخات لتعطي هذه الفقاقيع الهوائية التي تتصاعد إلى الأعلى. فسميت بالخيالية لأنه فعلا خيال، يعني ذهل من رآها، يعني العلماء ذهلوا عندما يعني شافوها واكتشف انه مستحيل هذه الساعه تمشي يعني بهالدقه العاليه بدون ما تشوف اي شيء. مثل ما انت شايف بالصوره كله يعني يسبح في فلك مثل ما بيقول. طيب وقبل الهوى شرحت لي دكتور انه نسبه الخطا فيها تقريبا معدومه، يعني ثانيه كل مليون سنه يعني أقل. بتاخر او بتقدم. أيوة. اقل من الثانيه خلافا بالمليون. لكل الساعات العاديه. أيوة. بالمليون عام. اقل من ثانيه. يعني هكذا يعني إن وعندما تتوقف انه تنقطع الكهرباء لنقل. أيوة. صحيح. تعود وتعمل من جديد بنفس التوقيت الموجود. أيوة. صحيح. يعني بتركلش حاله بوحدها. نعم. وتعود بدقه هائله طبعا. هلا اكيد نحن نتحدث هون عن طاقه كهربائيه اذا انقطعت. ما ننسى انه هذه الساعه طبعا 80% من اللي الكهرباء التي تحتاج اليه هو يعني 80% تختصر، يعني نقول هي بحاجه بس ل 20%. يعني شيء بس الكهربائية. من الطاقه الكهربائيه بسيط بس حتى هذه الموجات تتحول الى طاقه. فقط هيدا هو الاساسي. فهيدي رح تخلينا باذن الله يعني بالمستقبلا حتى العلماء عم يتحدثوا فيها هيدي القضيه انه ممكن انه مستقبلا نقول ارسال الطاقه الكهربائيه مش عبر الاسلاك، عبر الهواء مثل خليوي، يعني عبر الموجات المنبعثه. يعني ايوه الموجات المنبعثه تتحول بكل منزل في جهاز تتحول الى كهرباء. طبعا عندك طموح لمشاريع من هذا النوع في لبنان او حتى في البلد الذي تقيم فيه؟ قدمت يعني مشاريع من هذا النوع لمسؤولين لبنانيين؟ اكيد. يعني انا مني يعني انا مخترع الات دقيقه، يعني طبعا ما في اختراع كل شيء،
ولكن هي هذه فكرة اجت علي. يعني أنا يعني بدي أقولك أنا بحب فلسفة الوقت، فلسفة الوقت. يعني أنا الساعة عندي مش فقط عقارب، يعني هاي الساعة أنا يعني صنعتها حتى الواحد يتوقف قدامها يتفكر شوي بمرور الوقت. يعني أنت بتحسي إنه الوقت عم بيركض أسرع ما أنت بتتصوريه. والشيء الوحيد، الوقت هو الشيء الوحيد الذي إذا خسرناه لا نستطيع أن نعوضه. مستحيل. صحيح. يعني تعوض كل شيء بس الوقت ما منعوضه. هيدا هو. وأنا كتير بحزن يعني الدقائق اللي ما يكون عندي يعني شيء إني أطمح لأعمله بكون حزين، لأنه هالدقائق هاي عم تروح. ما عم تتعوض. طيب لنبقى بالكلام عن الساعات، هديت بعض الساعات لمؤسسات لبنانية هنا، رممت الكثير من الساعات العملاقة لمؤسسات مهمة إذا بتحب تذكرها، ونذهب بعد ذلك إلى الكلام عن المشاريع الأخرى. صحيح. في ساعة الديمان، مركز صاحب الغبطة المقر الصيفي، رممت الساعة، هي من عمر بحدود 100 و أكثر من 100 عام يعني. رممتها هيدي. في عندي بالمجلس النواب حتى ساعة خيالية حتى يتفكرون النواب عنا. نفس الساعة الوقت. أو تشبه الساعة اللي رأيناها؟ هي بذاتها يعني بالمجلس النواب. لكي يتفكرون. وللأسف الوقت يمر بكثير من الأحيان من دون الاستفادة منه، يعني حياتيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا. طيب في المشاريع الأخرى، يعني في كاسحة ألغام مثلا عرضتها على المسؤولين في لبنان؟ أكيد. صحيح. ونحن أكثر بلد من أكثر البلدان بحاجة. صحيح. إلى تدمير أو نزع الألغام عنها. صحيح. هذه نحن من 2009 عملنا باليونسكو برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وكان طبعا الزعماء موجودين، وعرضت هالاختراعات هيدي، بس يعني لحديت الآن ما إجا أي شيء من النوع أنه تشجيع. ما كان في تجاوب. ما في تجاوب. يعني أنا يمكن أن أضطر في يوم من الأيام أني أعطيها لأوروبا للأسف الشديد حتى يستفيدوا منها هن. يعني هي بيشتوها الأوروبيين مثل النفط، بيشتروه بيصنعوه بيبعثونا اياه. نحن نرى الان بعض الانجازات. صحيح. هذه انجازات على ورق دكتور علي. ايوه هيدي على ورق ولم تنفذ بس، ولكنها تقنيه كلها موجوده، يعني محميه من قسم الاختراعات. هذه كاسحه الالغام، هذه عبر الريموت كنترول. هذه الساعه صممتها لساحه الشهداء. وهيدي كان تصاميم كلها هيدي اللي عم تشوفوها انتم. طيب بالنسبة لكاسحة الألغام، عرض المشروع بشكل جدي على المسؤولين اللبنانيين؟ طيب ربما الكلفة، التكاليف باهظة، منعت؟ لا ما في، لا أبدا ما في كلفة باهظة، بس للأسف ما في، يعني ما فيها تشجيع أصلا. يعني مثلا يعني إذا بدك موعد مثلا، موعد ما بيعطوك موعد. يعني ما في موعد، ما في اهتمام. صراحة يعني في كلام حلو يعني بيقولوا لك يا يعني نحن نفتخر فيك وكل، بس ولكن كلام، ما هو مجانا الكلام. نحن بدنا فعل. حتى بالاختراعات الباقيين عملنا نحن، حتى عدات اشاره المرور من 1996. هذه مستحيل تمشي في لبنان. لا لا بتمشي. ما انا صراحه كثير انا بشفق على الـ 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 على الـ الـ لأنه النظام السائر كله يعني بحاجة إلى إعادة. لا أنا لا، هو يعني هيكلية كاملة. هي أخلاق. يعني أنا لما أعرف إنه في طريق مسكر مثلاً، إيه في قدامي سيارة واقفة، إيه ما بيجي أنا بروح بدوب العنا لأحجز السيارات اللي قادمة من هنيك. يعني بدها شوية أخلاق وتعاون بين الناس. بس هي عدات الإشارة المرور هيدا منا العدات الإشارة اللي أنتم تشوفوها هون، يعني حمراء خضراء صفراء. أبداً. طيب سنتكلم عن يعني ما تنوي أن تفعله في المستقبل، ولكن اسمح لي أن أورد بعض الأرقام فيما يتعلق بالبحث العلمي في العالم العربي، والنسبة ضئيلة ومحزنة ومؤسفة كثيرا. تستطيع أن تتابعها معي دكتور علي. البحث العلمي في العالم العربي، ينفق العالم العربي فقط 0.2% من إنتاجه القومي على البحث العلمي، في حين تنفق إسرائيل 4. نحن عم نتكلم من 800 عام، بس كان كل الاختراعات اللي شايفينها حتى الاقمار الاصطناعيه كلها هيدي كلها هلا هن عم بيطبقوها من بعدها. نتحدث عن ابن الهيثم، عن عباس أكيد بن فناس، عن الخوارزمي، عن حتى يعني القهوه عشرة. حتى القهوه. نعم. حتى الصابون. حتى الرياضيات، حتى الادوات التي تستعمل حتى
في العمليات الى اليوم من 800 عام بيستعملوها ما زالوا يعني. بس انا اعتقد الحقيقه هو النفط. يعني صحيح ان النفط قيمه بس يمكن كمان نقمه على العالم العربي لانه مش عم يستخدمها، مش عم يستخدم الطاقه هيدي لتطور العقل البشري، لانه في تجاذبات سياسيه دائما. ما الذي تنوي ان تفعله؟ يعني است من لبنان دكتور؟ انا صراحه بدك الحقيقه اكيد انا حزين جدا. انا مره السفير الالماني هون في لبنان القى كلمه، كنا مدعوين والقى كلمه يعني وعم بيناشد يعني، قال كلمة كثير كثير حلوة، بتعرف شو قال؟ قال علي زراقت أخذ من عندنا أحسن الفضائل، قالها عندي مسجل على التلفزيون، أحسن الفضائل كلبناني هو يحاول المستحيل في إنشاء مؤسسة، تخيلي، يعني مش عم نعمل مخترعات، مؤسسة واحدة بس عم بعمل مستحيل لأقدر أوصل لهالمجال هيدا. هذا السفير الألماني، هذا السفير الألماني في بلدي لما كرمني هون قالها هيدي. السفير الالماني هو اللي كلمك ببلدك؟ نعم ببلدي، السفير الالماني مش مسؤول لبناني؟ لا مش مسؤول لبناني. في السفير الالماني كرمني في بلدي انا. صحيح في بعض الزعماء اكيد مثل مثلا ابو معروف سعد الله يرحمه بصيدا عمل تكريم بسيط على قده يعني. بس انا كنت صراحه حابب انه انا ما بهمني التكريم. انا تكريمي لما الاقي الشعب اللبناني والعربي عم بيشتغل وعم بينتج. انا فخور يعني اذا واحد بده يكرمني انا يكرمني تكريمك بتطبيق الانجازات او بافاده البلد. توصلت مباشره مع رئيس الجمهوريه؟ انا تواصلت صراحه مع الجميع، مع ثلاث رؤساء لبنان من زمان يعني عم بحاول انا. وبعد ما يئست طيب نتمنى لك كل التوفيق دكتور علي، نحن فخورون بك، سعيدون جدا بوجودك في لبنان، نتمنى لك النجاح في مشاريعك القادمة، وأنتم بالفعل ترفعون رأسنا خارج لبنان. شكرا جزيلا لك المهندس والمخترع اللبناني علي زرائت على هذه المشاركة معنا في الاستوديو. نذهب إلى مشاركات أخيرة على الفيسبوك ثم نعود. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العد العكسي. أشكر منتجة البرنامج تيما عيسى وفاطمة روماني وهشام الهاشم وأيضا المخرج حسن راضي. شكر الأكبر لكم مشاهدينا على وفائكم في متابعة البرنامج وعلى مشاركاتكم الدائمة. ننتظر المزيد منها على مواقع التواصل الاجتماعي. مرت أظن بشكل سريع قبل قليل. أستودعكم الله والسلام عليكم.